وتنجم تكون كل شيء نقطة قوة ونقطة شجاعة ومعتها واتزان فوالا. انت تطلب معناها السماح من مرتك؟ طبعا نطلب منها وانا حتى في المباشر نطلب منها السماح. مرتي فهمتي كان اخطات معاها واللي الناس اللي غلطت معاها من الكل بربي سامحوني راني انسان كي الناس الكل اخت واصيب. تحيه لزوجة منصور. دونك لا لا محاله، لا محاله عرضي نظيف ما عنديش مشاكل ولا حاجه. اي جست اما على شنو تطلب السماح؟ هذا اللي عامل برشا عمايل في مرتك. لا والله لا اللي يعرفوني يعني اصحابي القدام جينيرالمون طلبت من الناس الكل السماح حتى راهو حاجه باهيه التسامح ودين السماح حتى دين الاسلام فهمتي راهو دين التسامح. اي زاد ما عملت حتى شيء علي تطلب السماح. وعندي ما نعمل خيتي انا نخبش لنا ننبش عويق لحد يحضر عاقل واحد. مسكين ولا عاقل ما عنديش ساعه ساعه كيف رمضان تطلع الكلبه مثل الكلبه برصاص. ما فهمتش محمد انا اش بيك تغزر هكا؟ ما بالحق اليوم لا مش عاجبني شيء. اليوم انا نعيش في واقع جديد في مجتمع جديد، معناتها بالنسبه لي انا الراجل التونسي كي يطلب السماح من امراه ضعف ذل وقله كرامه. هاو علاش؟ هاو علاش؟ علاش؟ انا اليوم فما فئه من سيف في تونس نهبطوا معاك ونشوفوهم تقول لك كلمه سامحني ما عادش ترضيني خرجني نتعشى عملي فواياج اهدي لي ديامون انت لي كادو سامحني خليها عندك في كوكب تونس هذاما موجودين في تونس. انا تونس الشقيقه راهي تونس تتقسم جوج في اي فوالا انت تحكي عليها تونس الشقيقه مش تونس. لا 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 في اش معناها؟ في اش معناها؟ فما ناس اليوم با اكزومبل عائله بس عليها تجي بنتهم دول خطيبها تغشت ولا تغش عليها تقول له سامحني مثلا كذا يقول لها هدي لي كادو رضيني. احنا المرات التونسيه ديما تقول له رضيني كلمه سامحني بارك رضيني. اي مع سامحني انا مانيش مع سامحني انا ما نطلب السماح من امي والراجل الوحيد نطلب منه السماح هو بابا اكهو ما نطلبش شكون هو باش نطلب منه السماح اليوم من هو؟ اليوم انت اليوم نخدموا اليوم انا كامله نخدموا مع بعضنا. انت غلطت في حاجه في حق ما تقوليش سامحني ونرجعوا الامور انا باش نطلب منك انت السماح ما تحلمش به هذيك مستحيل. انا نجم نغلط معاك ونطلب منك السماح. من واجبك تطلب مني السماح اما انا ما نسامحكش نقول لك سامحني. بالحق ما يسا تو قاعده تحكي معك في حاجه انا راهو الساعه شنو معناها انا كي نغلط كاميرا نطلب من سيادتك السماح وانت راجل ما تطلبش مني السماح خاطر انا امراه. اي انا ما نطلبش منك السماح علاش ما تعرفش واش نطلب منك السماح ولا تجيني مدامنا ولا اطلب من... علاش نطلب منك السماح خير احنا في روضه في كوتيل. ما انا علاش نطلب منك السماح؟ انا اذا كان انت غلطت في حقي من حقك تطلب مني السماح. وانت كي غلطت في حقي تطلب مني السماح. دوي وعزيزتي لا هذه اسمها ما لا لا انا ان شاء الله ما نغلطش في حقك ما نقصش نطلب منك السماح. سامحنا عاد اخويا هيبه تفضل هيبه. والله انا بعد اللي سمعت محمد يقول فيه والمقارنه بالفيتير وسي منصف نحب نقول الحمد لله اللي الراجل في تونس مازال راجل ونص كلهم ما شاء الله قالك تطلب السماح قوة وهذا ما يدل كان على أخلاق متاعو. وما دام تطلب السماح من أمك اللي هي مرأة كيف من مرتك وإلا من أختك وإلا من بنتك زميلتك. وحتى في الدين متاعنا تكريم المرأة واجب والدين متاعنا كرم المرأة. معنى إن الراجل اللي ما يطلبش السماح من المرأة ولا يراه فيه حاجة سيكو نقص إذا ما يعبر كان على نقص هو فيه. خلي تكمل تطلب السماح أنت أي إنسان إحنا مرأة نغلط ونطلب السماح والراجل زيدا يغلب يطلب السماح كيف الكل كيف تحبوا على المساومات نطلب السماح هو السماح راهو يقتضي السماح يقترن مع الخطا سواء كان اخطات مع امراه مع راجل مع صغير مع كبير. اي فوالا حكينا فيه عادي. مايا انا اذا راجل يعجبني نحبه ونعديله كيك سوا هو ماهيش مشكلتي انا مانيش في ديبا ما بيني انا وياه شكون اللي يغلب شكون. دونك انا اذا نحبه نعديله والحياه حلو مر حتى يتعدى العمر هكا. هذه مثل ما تقولوا في العرض هكا انا مانيش اون ديبا مع الراجل معناتها هذيك من اخلاق من اخلاق الكبار الاعتدال فوالا. انا انت ما يهمكش المهم انا المهم هو كان يحب بيليك. هو كان يحبني انا ما عادش يهمني الحكايه الاخرين باسكو هو يحبني من غير ما يطلب مني يغلط في حقك وكيما يحب يا خورا ما يقلقنيش. ما شاء الله ما شاء الله. السؤال الثالث شنو رايكم في المراه
اللي تصوحب راجل معارس والا العكس الراجل اللي يصوحب امراه معارسه. هذا راي التوانسه. شنو رايك في المراه المعارسه وتصوحب على رجلها، وشنو رايك زاده في الراجل المعارس ويصوحب على مرته؟ هذاك نفس الشيء، هذا 50 50 يلزم تلوج المشكل. شنو المشكل؟ شنو نتاع المراه؟ علاش فاش قام باش تصوحب على رجلها؟ والا هو نفس الشيء. هذه ظاهره موجوده في تونس وفي جميع انحاء العالم. انا جو سوي كونتر بورتون هي موجوده برشا 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 ولاد فيس ابخيتو ما عادش ظاهره. أخلاقك هاو ما نجم نقول حتى ما فهمش هو عذر ولا سبب ولا أعذار للخيانة. هي تما خيانة مدام يصوحب على معرسين نحكي، دونك ما تفهموش يطلقوا. أخي ما فهم هذه خيانة، هذه خيانة زوجية 100%. كنت نحط الخيانة رم في مسيدة، هي حكاية فيداليتي للكوب الكون فيدال، واللي معرس يصبر شوية فهمت ويرضى توا نتخلصوا من. بالنسبه للرجل ولا المراه، سواء المراه زنات او الرجل لادولتير، هي خيانه وضعف خيانه لك المقدس. خاطر لما تكون تخون ربي وتخون والديك وتخون مرتك ماش عندك اصلا، زيتك مشيت على روحك والوطن نتاعك تبيعه وتخونه في اي لحظه. فما ثلاثه لابد من احترام، ان الدين الوالدين والحياه الزوجيه. تطلع جيل طيب متماسك، كي تخون انت المراه ولا المراه تخون الرجل تطلع جيل منحرف، كله يحب ينقم على بعض يرد فعل فهمت. ونحن نعاني الآن من هذه الأجيال التي وقع خيانتها. هذا يا راي بعض من المواطنين، نبدأ معك نجم. والله هو أنفات كما نرجع كما التحرش وكما أي فات موجود، هو موجود في الدنيا وفي قوانين زادة لأنه يعتبر زنا وخيانة زوجية، خاصة إذا كان يكون الرجل معناه واحد منهم معرس ولا خبلاء، فما مسؤولية كبيرة على معرس أكثر. أما هي كما قالت المرأة بكي في الفيتيغ ولات فيس، علاش؟ على خاطر الراجل، الرجل وإلا المرأة، ما سيغتو هي موجودة أكثر في الرجل. حتى في البلدان العربية، حتى في البلدان اللي فيها سوا ديزون تعدد الزوج موجود في قانونهم، يعملش تعدد الزوجات الأربعة نتاعه ويعمل كما ملكة أيمانهم، أك الصاحبة لازمة منها هكاك فيس. فما فيس في رجال معينين خاصة كي يبدأ في سري يحب هكا مرأة يدللها أكثر من مرته ولا من سي، ويحكي لها اللي ما يحكيهوش لمرته، ويعمل معاها اللي ما يعملوش مع مرته، ويمشي لبقايا اللي ما يمشيهمش مع مرته. خاطر عندنا مشكلة احنا تو باش نحكي على تونس على العرب بصفة عامة، الراجل قبل العرس يبدا انمي يصحبها، ومن بعد يوليو حبايب، ومن بعد حب، ومن بعد خطوبة يبداو سيريو، ومن بعد يعرسوا. مي هما مروا بحاجات سينما قعدات وخرجت يسوي في عرسه يفقد الصديق فوالا، يدخلوا فك المعترك نتاع الحماه وحماتي وداركم ودارنا والصغار، اي سورتو لما تندمج بكلها بحكم الحياه صعبت برشا. دونك يوليو عندهم مشاكل، دونك فما رجال في المرحله هذيك يبعد، تبدا هو تساع بين الكوبل، يروح يلقاها راقده مسكينه مكبوبه صابون وخدمه وصغار قراتهم ورجعت لهم وحضرت لهم مكاتبهم ودوشت لهم، تخلطش على ربع جمله من مسلسل تركي في الفرش، هذه اللي كان عندها تلفزه في الفرش اصلا. دونك هو اذا كان في سريه شويه هكا وقادر به وعنده شويه علاقات يمشي الاماكن تتوجد فيها الصحبه، جيني غالبا ما فركش عليها تجي وحدها، كي تجي وحدها هو يكبش فيها يعيش حياه اخرى. والصاحبه هيك شو تقول؟ تقول انا جو سوي بيان مع المعارس. علاش؟ فما برشا عوامل، منهم العامل انه نهار السبت في الليل ما يكلمهاش، نهار بعد العشره تاع الليل ما عادش يطلبها خاطر مع مامته وهي ما عادش تطلبه، دونك عندها نسبه من الحريه. والراجل المعارس جينيرالمون يود الصاحبه حاجات اللي تبدا الطفله هيك محتاجتهم، اذا كان ايتوديونت يقريها، اذا كان تلميذه سورتو لي ايتوديونت هي موجوده لي ايتوديونت والا تبدا كبيره موظفه ما عرستش مالوغوزمون ولا جو سي با كوا، المهم تتوجد في حياه الرجل. والا العكس فما نساء فيسهم معرسات معرسه امورها واضحه ومع رجلها وتعمل صبي هكا خلط تعيش معاه تعمل معاه حاجات مزيانين فهمت.
يعني انا موجوده التحليل نتاعك القانون ضدها القانون ضدها وانا بيدي ما نرضاهاش لا لروحي لا لبنتي لا لبنت خويا لا لاي عبد اما كل انسان حر في تصرفاته اللي تختار باش تعيش انت حللت ام انت حللت لان انا ضد اي دار فيها خفاء انا ضد اي دار فقط حللت الظاهره لكن موقفك الشخصي لا انا ضد كومبليتوم على خاطر نهايتها ديما عقيمه